وطبعا سنتحدث على المقابلات، لكن هذا هو برنامج مباريات اليوم للسوبر جلوب. طبعا نجوم العالم كلهم ضربوا موعد في الدوحة مرة أخرى، عاصمة كرة اليد العالمية. نتعرف على كل الفرق المترشحة وأهداف كل هذه الفرق في السوبر جلوب في هذا التقرير. تتجه الأنظار في 5 سبتمبر أيلول 2016 إلى الدوحة، حيث ستكون الدوحة مرة أخرى عاصمة لكرة اليد العالمية باحتضانها نسخة 10 من بطولة السوبر جلوب. صاحب لقب 2002 السد القطري سوف يكون منظم البطولة كما جرت العادة، وسوف يواجه الفريق الأسترالي سيدني الجامعي الذي فاجأ الجميع السنة الماضية بوصوله للمربع الذهبي. أما نادي الأخويا بطل آسيا فسوف يكون في مهمة صعبة، حيث سيلتقي بطل النسخة الماضية فوكسي برلين بنجومه الكبار، وسوف يحاول أن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بالعملاق الألماني. وبطل دوري أبطال أوروبا نادي كيلسا البولندي فسوف يكون في حوار مشوق، حيث سيلتقي نادي توبات البرازيلية والذي يعتبر العمود الفقري لمنتخب السامبا. دويتشي باييف يعرف جيدا أن هذه المباراة هي الأصعب، ويجب أن يتسلح لاعبوه بنفس عزيمة الأولمبياد. أما المواجهة الرابعة فسوف تكون بين باريس سان جيرمان الذي تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد للمشاركة لأول مرة، وسوف ينزل بكل ثقله مستعينا بأفضل لاعب في العالم ميكيل هانسن وصاحب الميدالية الذهبية في ريو 2016. دون طبعا أن ننسى كاراباتيتش ونارسيس وأومير الذين يريدون الفوز بكل الألقاب. في المقابل الترجي يدخل هذه البطولة بتحضيرات استثنائية هذه الصائفة وبانتدابات كبيرة قد تجعل فريق الأحمر والأصفر في حوار مشوق ومثير بمجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، وسوف يكون فيه الجمهور أكبر مستفيد من هذه المسابقة. أكيد أن الفرجة ستكون مضمونة وأيضا الجمهور سيكون في الموعد. أبدأ معك حميد، 8 فرق لها مستوى، كلها تقريبا تعرف بعضها، وأيضا طموحات كبيرة خاصة لفريق باريس سان جيرمان بأرمدة من اللاعبين الكبار. كيف ترى السوبر جلوب في هذه النسخة الجديدة؟ أول شيء بلال، السوبر جلوب هذه المرة بنظام جديد بتشكيل جديد، خروج المغلوب في أول مرة نشاهد أنه السوبر جلوب تلعب بهذه الطريقة، ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي، لأنه نعرف أن الفرق المشاركة ستشارك كثيرا في الدوري وفي تشامبيونز ليج، وبعض اللاعبين معظمهم شاركوا في ريو دي جانيرو. فأعتقد أنه هذه فكرة الاتحاد الدولي لكي تقلص وتنقص من الكم الهائل من المباريات. هنا صور مباشرة حميد من مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. نعم للاعبين الذين ينشطون في الشامبيونز ليج في الدوري المحلي خاصة البوندسليغا والدوري الفرنسي وحتى مع المنتخبات في اليورو أو في الأولمبياد أو بطولة العالم. فأعتقد أنه هذا النظام يعطي الفرصة للفرق الكبيرة الجاهزة لهذه البطولة للفوز في أول مباراة لها، وفي أعلى مبارتين فقط يستطيع الفريق أن يصل مباراة نهائية. فهذا طموح مشروع لكل فريق. ترجي اليوم سيلعب أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا المعزز بنجوم كبار باريس سان جيرمان. كيلسي أيضا يريد أن يفوز لأول مرة بهذه البطولة.
فريق فوكسي برلين أيضا الفائز في النسخة الأخيرة. أعتقد أنه المجال مفتوح لكل الفرق المشتركة في هذه البطولة، لكن يبقى الفرق تبقى الفرق المرشحة هي الفرق الأوروبية. نعم طبعا فلادو، نعرف أن فريق كيلسي السنة الماضية فاز بالتشامبيونز ليج، فوكسي برلين أيضا كان تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد وعن طريق الوايلد كارد وفاز بالدورة. ربما تكون نفس الفرصة لباريس سان جيرمان ربما ليبدأ الموسم الجديد بطموحات كبيرة. مرحبا بلال، مثل ما قلت أنت فوكسي برلين فاز في الموسم الماضي على أثر دعوة وفازوا على أثر ذاك العطاء الجيد. أنت تسألني على كيلسي، هذا النادي البولندي فازوا ببطولة تشامبيونز ليج، باريس سان جيرمان يشارك أيضا، يريدون أيضا أن يثأروا لأنفسهم، وهذه لقطات من مباريات كيلسي البولندي وبي إس جي. رأينا سوف نرى كرة يد جميلة جدا، سوف نرى الكثير من النجوم، وهناك حافزية ودفعية سيكولوجية لكل اللاعبين، لأن السوبر جلوب هي بطولة كبيرة لكل الأندية والكل يريد أن يفرض نفسه. نعم تقريبا كل اللاعبين جاهزين في هذه السوبر جلوب. حميد، تعب كبير انتبى اللاعبين الكبار هذه السنة، ونعرف أن السنة الأولمبية هي سنة مختلفة تماما على بقية السنوات، ولهذا الاتحاد الدولي غير من رزنمة البطولة، لأن اللاعبين شاركوا يعني في ريو دي جانيرو، شاركوا في بطولة أوروبا الأخيرة، شاركوا مع الأندية في تشامبيونز ليج، فأعتقد فكرة جيدة للاتحاد الدولي لكي يريح اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخباتهم خاصة في ريو دي جانيرو. نعرف أنه في فريق باريس سان جيرمان هناك 7 لاعبين فازوا بالميدالية في ريو دي جانيرو، 4 فرنسيين بالفضية، 2 دنماركيين بالذهب، وواحد ألماني يوفغان شيمر بالبرونز. فأعتقد أنه الفريق الجاهز، الفريق الذي لديه صف ثاني نفس مستوى الصف الأول، هو الذي سيصنع الفارق هذا الموسم. نعم طبعا كان لنا أمس لقاء مع نجوم باريس سان جيرمان، كنا معهم في الفندق فندق الإقامة، وطبعا تحدثنا مع نيكولا كاراباتيتش ونارسيس، نستمع ماذا قالوا قبل السوبر جلوب ثم نعود. Nous avons de très grands objectifs avec le Paris Saint-Germain. On veut mettre le club et afficher le club dans les 4 meilleures équipes au monde chaque année. On veut être constant. On a réussi l'année dernière à rentrer dans les 4 meilleures. On a fini 3e avec cette demi-finale perdue contre Kielce. Cette saison, on veut encore progresser, encore un pas plus haut. On a fait un très bon recrutement. L'équipe se renforce chaque année. Et on a une très grosse saison qui nous attend, avec déjà le Super Globe, qui est une compétition très difficile, où il y a de très bonnes équipes. On a le Super Globe, on sait que c'est un plateau qui est toujours compliqué et difficile à aller au bout. Donc, après, c'est vrai que c'est notre première expérience avec Paris dans cette compétition. Donc on va essayer d'avancer avec beaucoup d'humilité, de respect envers nos adversaires. Mais je crois que on a beaucoup de qualité encore cette année dans l'équipe, donc on espère évidemment aller le plus loin possible. طبعا طموح كبير يحدو نيكولا كاراباتيتش ونارسيس وبقية اللاعبين أيضا بالانتدابات الجديدة، أوفغان شايمر، نيلسن، ستيبان تشيتش. حميد، طبعا تحدثنا أمس مع لاعبي باريس سان جيرمان، تقريبا الدريم تيم العالمي وكل لاعب يتمنى أن يلعب في باريس سان جيرمان. نعم الانتدابات كانت محكمة هذا الموسم لباريس سان جيرمان، خاصة في الجهة اليمنى التي كان يعاني منها باريس سان جيرمان، رغم الموسم الكبير الذي قدمه أونيفريانكو في الموسم الماضي، غياب باراشي الذي أثر كثيرا على التشكيلة الباريزية. هذه المرة فكر جيدا مسيري ومسؤولي باريس سان جيرمان انتداب لاعبين شابين، يعني ريميلي الذي قدم موسم رائع مع كريتي، وايضا ستيبان تشيتش الذي شاهدناه في مع المنتخب الكرواتي، وشاهدنا ايضا مع كرواتيا زغرب، لاعبين مميزين اصحاب القامه الطويله يسددون من خلال امتار السرعه، هذا ما يحتاج اليه باريس سان جيرمان في الجهه اليمنى، دون ان ننسى النجم مانهايم، نجم البوندسليغا يوفغان شايمر الذي التحق
بباريس سان جيرمان هذا الموسم واخذ مكان اوروبيا على مستوى الجناح الايسر، اضافه كبيره لان شاهدنا الموسم الماضي بلال وتكلمنا كثيرا على مشكل باريس سان جيرمان على مستوى الجناح الايسر. اوروبيا ليس اللاعب الدائره، نعم ليس هو اللاعب الذي يستطيع ان يعطيك الاضافه ويسجل لك اهداف حاسمه في مباريات كبيره في الفاينل فور او مع المنتخب مع الفرق الكبيره. ايضا نيلسون الذي اخذ مكان فوري على مستوى الدائره، شاب اصغر من جفوري، خامه اكثر، اندفاع اكثر، قادم من فوكسي برلين الفائز بالسوبر جول الموسم الماضي. يحتاجه باريس سان جيرمان، يحتاج هذا اللاعب في الدفاع في مركز رقم 3 وايضا في الهجوم. نعم فلادو، طبعا كقراءة أولية مثل ما تحدث حميد أن هناك تقريبا لاعبين سيسدون الشغورات الموجودة في بعض النقائص على مستوى الفريق، هل بقدوم هؤلاء اللاعبين باريس سان جيرمان سيصبح مكتمل تماما؟ ونعرف أن أي فريق يحتاج إلى الوقت. بلال أخي بلال، طبعا هذا هو الهدف المنشود بالنسبة لنادي النادي الباريسي، هو الفوز بالشامبيونز ليج وسوبر جلوب وما شابه ذلك.